سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانة، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانة، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. مساء الخير. سور الغزلان، سور الغزلان، سور الغزلان، مدينة جميلة وجمهور أجمل، جمهور أجمل أجمل. والله سعيد، سعيد جدا، سعيد جدا 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 اللي راني معكم اليوم هنا في هاد. على بالكم ربي يحبكم من اللي بدينا الجولة والحال مشي مليح. اليوم شوفوا ربي سبحانه اعطاكم هاد الجو الجميل الربيعي الجميل، سبحان الله. والله على كل حال مشي أنا اللي راح نتكلم على الجمال والعراقة وكامل تاع هذه المدينة الجميلة. كفى أننا جينا باش تفرحوا معنا ونفرحوا معكم ونفرحوا هذه الأطفال الأبرياء. عمو يزيد أبى إلا أن يزوركم. راكم فرحانين؟ راكم فرحانين؟ يا أحبائي عمو يزيد جد سعيد اللي راه معكم اليوم هنا. واش رايكم احنا على ابواب الدخول المدرسي؟ تحبوا المدرسه؟ شكون جاب المعدل اكثر من 8 في يده؟ الله يبارك، الله يبارك. على بالي بلي شاطرين شاطرين شاطرين. الله يبارك، الله يبارك. على بالي بلي شاطرين. اذا تغنوا كامل معايا: صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، كامل تغنوا: جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا
من بعد غياب. يلا كمل معايا. لا 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 لا. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كدوى النوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كدوى النوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. شكرا. إذن يا أحبائي، يا أحبائي، فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أطفال، فلنبدأ العام الجديد بالجد، بالجد. برافو برافو برافو. كاين أغنية تاني أنا نحبها بزاف بزاف، نقول فيها اثنين في الصف اثنين، والشاطر والشاطر يرفع ايده. كي يقول الشاطر يرفع ايده واش ديرو؟ كامل. كي يقول الشاطر يرفع ايده، حبيديكم كاع في السماء، كي الاولياء
كل أولياء كل أطفال. والشاطر يرفع إيده 20 على 20 والناجح هذا عيده. اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع إيده. إذا يلا كمل معايا، يلا تغنوا معايا. يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيده. اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيده. والنجاح هذا عيده. من يريدوا انتم للغد رجال يا شموع الوطن قيدوا. سين اول سؤال والعزل من يريدوا انتم للغد رجال يا شموع الوطن قيدوا. 20 على 20 والنجاح هذا عيدوا. والنجاح هذا عيدوا. نلفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايدوا 20 على 20 والنجاح هذا عيده. اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده 20 على 20 والنجاح هذا عيده. والنجاح هذا عيده. الحمد لله أكبر والخير في تحميله
عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده نلبي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده نلبي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده نلبي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده نلبي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده شكرا 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 شكرا. إذن يا أحبائي الأطفال يا أحبائي الأطفال المثابرة والجد ما كانش أسرار للنجاح. النجاح بالعرق النجاح بالعرق. خلوه يتقدم الطفل هذا قدموه شوية خلوه يتقدم. تعال وش رأيك لبس؟ خليه يبقى معايا هنا. يا أحبائي رايحين اليوم نرحبوا بمروان. مروان مرحبا بك. الله يخليك. شحال في عمره مروان؟ 15 سنة. مروان مرحبا بك وليدي. مادام مروان راه معنا هنا نرحبوا به ونديروا تقدير تحية لكاع الأطفال والناس ذوي الاحتياجات الخاصة. والله أنا نسميهم ذوي التحديات الخاصة. بودي نشكر الناس اللي بفضلهم رانا هنا اليوم. على رأسهم ولاية البويرة بلدية سور الغزلان جمعية أحباب المريض اللي نظموا هذا الحفل، كذلك مجمع الشروق الإعلامي، شركة رامي وشركة شيبس مهبول. بفضلهم اللي رانا هنا اليوم. يا أطفال شكون يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي للمعلم؟ اليوم العالمي للمعلم وقتاش؟ أعطي الميكرو لصديقنا بوبي. شوف أصدقائنا، شكون اللي يعرف اليوم العالمي للمعلم؟ اليوم العالمي للمعلم. عطوا الميكرو للشابة هذيك. بنتي واسمك؟ لوجين. اسمك شباب، شحال في عمرك؟ 6 سنوات. 6 سنوات، شاطرة في الدراسة. وقتاش اليوم العالمي للمعلم؟ 21. 21 واشن؟ واش واحد معلم 21 واش من شهر؟ 12. 21 12. لا 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 لا. شوف الشاطر هذا. واسمك ولدي؟ أنيس. واسمك؟ أنيس. شحال في عمرك؟ 10 سنين. الله يبارك. واش هو الجواب؟ 21 مارس. لا 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 لا, لا. ماهوش في مارس. شوف لي الناس اللي قاعدين لتحتها. 120. شكون يعرف؟ واسمك؟ محمد. شحال في عمرك محمد؟ 9 سنوات. 9 سنوات، الله يبارك. وش مسنة تقرا؟ الرابعة ابتدائي. شاطر؟ اي. شحال جبت معدل؟ 8.88. واو 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 واو، شاطر. تصفيق عليه. شاطر. وقتاش اليوم العالمي للمعلم؟ 5 أكتوبر. برافو. تعال جيبوه لهنا.
5 أكتوبر هو اليوم العالمي للمعلم. قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون، كاد المعلم أن يكون. برافو. إذن يا أحبائي، عمو يزيد من خلال هذا البرنامج يطلب منكم يا أحبائي الأطفال والأولياء نتاعكم احترام المعلم، احترام المعلم، لأن مهنة التعليم مهنة جليلة، المعلم مقدس. يا أخي أطفال، لازم احترام المعلم. ويا أولياء، لما يجوا والديكم، لما الوالدين يجي الطفل يقول لهم كش حاجة، المعلم ضربني ولا المعلم كذا ولا ما عطانيش نقطة مليحة، نطلب منكم حاجة برك، عدم التسرع، تنقل للمدرسة والحوار ثم الحوار، تكلم مع المعلم، شوف النقص تاع وليدك وين راه، ولكن بكل احترام، لأن المعلم مقدس. هذا وعد يا أخي. برافو. تعال وليدي، تعال تعال وليدي، شاطر أنت. إذن يوم المعلم 5 أكتوبر، أعطيني الهدية تاعو. فوالا. إذن ذكرهم باسمك. اسمي محمد. محمد وشاطر هكذا؟ نعم. الله يبارك. إذا اصبر، وراك رايح، اعطيته الهديه جا رايح دينك تو، وصلنا نهضروا معاك. إذن محمد الله يبارك، ولادنا شاطرين ولازم نحفزوهم ونشجعوهم دائما باش يكونوا مثابرين في الدراسه. إذن رامي راعي البرنامج يهديك هذه الهدية، إن شاء الله تستفاد بها. نعم. شكرا. شكرا. العفو العفو العفو. تفضل وليدي، تفضل تفضل تفضل. علاش قلت لكم هكذا؟ لأنه عمو يزيد دار أغنية للمعلم، نقول فيها: معلمي معلمي من كل جهل سنتني، إلى المجد صاحبتني، إلى العلا قدمتني. يا أحبائي، المعلم مهم جدا في حياتنا، ومهم احترام المعلم. إذن معلمي معلمي من كل جهل سنتني، يلا معايا. للعلم أنت شددتني، إلى العلا قدمتني. معلمي 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 من كل جهل سنتني، إلى المجد صاحبتني. معلمي معلمي زودتني علما، نورت به دربي. زودتني علما، نورت به دربي. كنت أبا وأما يا نعم المربي. كنت أبا وأما يا نعم المربي. معلمي معلمي للعلم أنت شددتني، إلى العلا قدمتني. معلمي 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 من كل جهل سنتني، إلى المجد صاحبتني. معلمي معلمي تحملت دعابي في القسم ومزاحي. تحملت دعابي في القسم ومزاحي. وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي. وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي. معلمي معلمي
للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني معلمي معلمي بجنبي إن ضاق بي حالي وقفت بجنبي إن ضاق بي حالي وكنت جوابي دوما في سؤالي وكنت جوابي دوما في سؤالي معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني معلمي معلمي واسمك يدوي إجلالا واحتراما واسمك يدوي إجلالا واحتراما يا صاحب السمو أهديك السلامة يا صاحب السمو أهديك السلامة معلمي معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني معلمي 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 من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني معلمي معلمي شكرا 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 عمو يزيد لكم أغنية شكون يقدر يقول لي بماذا واش هو الشيء اللي ترقى به الأمم ال 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 العلم شاطرين 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 الأمم ترقى بالعلم عمو يزيد لكم أغنية قل فيها قلمي 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 صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي بس تغنوها كامل معايا قلمي قلمي يلا قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي 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 صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي 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 صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم
العلم رهين بك قلمي، كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان، فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان، حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم والقمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي آية من القرآن، وهو أول خلق الله، سخره الرب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي آية من القرآن، وهو أول خلق، سخره الرب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلبي قلبي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلبي. قلبي قلبي صغير الحجم، فالعلم رهين بك قلمي. شكرا 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 شكرا. بالعلم ترقى الأمم يا أحبائي الأطفال. العلم أول آية نزلت في القرآن الكريم هي اقرأ اقرأ، صدق الله العظيم. يا أحبائي العلم نور والجهل، العلم نور والجهل، برافو برافو برافو، الجهل ظلام. السلام عليكم. نشكر عمو يزيد اللي جانا اليوم المدينة سور الغزلان، وإن شاء الله ماشي هذه آخر مرة اللي جينا، نطلبوا منه يجينا مرة أخرى لأخاتي يفرحنا بزاف. نشكر عمو يزيد كي جانا، إن شاء الله يجينا مرة أخرى، ومباريات تاعو ملاح يضحكنا. نشكر عمو يزيد بزاف بزاف خاطرش يفرحنا، وإن شاء الله يعاود يولي لينا في موعد آخر في سور الغزلان. السلام عليكم. نشكر عمو يزيد على الحصة اللي دارها لنا هذه، والحمد لله فرحنا الدراري الصغار. أنا نشكر عمو يزيد شكرا جزيلا، ونشكره الحل بزاف بزاف هنايا. عمو يزيد دار الامبيونس كاع، وان شاء الله يجي عندنا. السلام عليكم. نشكر عمو يزيد بزاف على هذه المبادره، ونتمنى يولي لينا مره واحده اخرى، وراه فرحنا بزاف، وربي النذراري احسن ترب. يعطيك الصحه عمو يزيد، جيت لينا لسور الغزلان. يزيد يعطيك الصحه على المبادره هذه اللي جيت لسور الغزلان، وان شاء الله تزيدوا تزورونا ان شاء الله.